شاب حريق زوال اليوم على الأرجح كان هناك تماس كهربائي، وجاو الإخوان يعني الجيران يعني داروا المجهودات ديالهم الله يجزيهم بخير بالماء والإجراءات، اتصلوا بالوقاية المدنية، حضرت الوقاية المدنية وجاءت مطافيق وكملوا على إخماد الفريق الحريق، كذلك حضروا الأمن ضرب الإجراءات ديالهم، وحنا هذا لحد الآن مازال كننقيو ونخرجوا نشوفوا اللي صلاح واللي ما صلاح واللي نشوفوا الخسائر طبعا المادية يعني المهمة من تجهيزات من الآلات الموسيقية ومن الأرشيف ديال الجمعية ومن المعدات. إيوا إن شاء الله نطلبوا الله خير والحمد لله على رسول الله. أولا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله يعني ما كانتش خسائر بشرية، كانت خسائر ليا في يعني مادية ولوجيستيكية الحمد لله، وكنشكر السلطات ورجال الوقاية المدنية اللي حلوا بعين المكان يعني في نفس الوقيتة، وكنشكر الجميع اللي جا وساندنا وأزرنا وتضامن معنا، والحمد لله مرة أخرى وشكرا.